رياض رحيم كاظم، او هو بالاحرى رياض التحرير. فكان امنيتي يعني ادخل معهد فنون جميله، بس شاء القدر العمل، تعرف يعني الظروف وما ظروف، بس ان شاء الله راح اكمل يعني. هي موهبه طبعا مو دراسه، اما تسخلها بالدراسه هي، بس هي موهبه يعني من الله عز وجل. يعتبر فن عام طبعا هذا الفن، اذا كان نحت او رسم تشكيلي، يعتبر والله فنان تشكيلي. فن تشكيلي يعني يضم النحت، يضم الرسم، يضم الشعر، هواي يعني بتفاصيل. والله وتواجد بساحه التحرير بكل يعني بكل تظاهراته، واحنا نشارك طبعا، والشعب كله يشارك طبعا، مو بس احنا. ورسالتي اللي اقدمها يعني من خلال فن، من خلال الفن اللي قاعد نسويه، هي رسالة إلى السياسيين الفاشلين. احنا كشعب نحب الحياة، نحب حضارتنا، نحب البلاد، نحب الإصلاحات اللي هم يسووها لنا. والله مجسمات، اشتغلت مسرحية البرلمان الفاسد اللي هي بالخضراء، مصار الدخول بالخضراء بوقتها، مسرحية البرلمان الفاسد، واشتغلت أعوذ من البرلمان الشيطان الرجيم، هاي تعتبر كاركاتير بوقتها. والله هو هذا طبعا راح يصير هنا متحف مصغر اللي هي عبارة عن 6 أعمال، أعمال 3 اللي هي الماضي، وأعمال 3 اللي هي حاضر. الماضي تعتبر هي سامر الملوية وبوابة عشتار اللي تقع ببابل، والحدباء اللي بالموصل، هاي 3 أعمال. أما الحاضر اللي مطعم التركي ومحكمة التحرير، طبعاً محكمة التحرير نصب التحرير عبارة عن فساد من بعض السياسيين، يقول ما نقول نعمم، منصة مال إعدام. والعمل الثالث جريح وشهيد بنفس الوقت. والله هي هواي مواد اللي بالمجسمات تصير، منها البورق او منها الطين او منها الفوم. الفوم هو اسهل طريقه للنحت طبعا. هو والله كل عمل ما يقارب تقريبا اسبوع 6 أيام، يعني اسبوع هو بالاحرى يعني، لان تفاصيله وشغله دقيق يكون. هو كل عمل راح اخلي صوره شعريه عنه، حتى نقول يوصل كفكره بين العمل وبين الشعر. هاي الأبيات اللي كتبتها على جبل أحد اللي طبعاً أمامك وهي خلفي، لا ولا ننحني سوى لله، فهو الواحد الأحد، نرتدي أكفاننا بفخراً وعلى طريق كالأسود نمتد، لا نهاب رصاصكم ولو حشدتم جيوشكم من الخضراء إلى إيران لا نرتعد، ارحلوا من وطني لا بارك الله بكم، فدعونا بحب العراق ننسعد. فهذه أبياتي كتبت على جبل أحد. والله رأيي هي مو بالأحرى نقول ثورة شبابية، بالعكس طلعت النساء، طلعت الشيوخ، طلعت حتى الأطفال طلعوا وقدموا أروع الصور في ساحات التظاهر، كلها قدمت العراقيين من شباب وشيوخ. فالتظاهرات هذه هي وعت بنفس الوقت، وعت الشعب العراقي بجميع أطيافه، وعت وهي رسالة طبعا بنفس الوقت للسياسيين بأنه احنا شعب ليس بطائفة أبد. ايش قد يعولون، ايش قد بأنه قالوا من دسين وغير من دسين أو كذا، يعني هواي صارت أقوال. فهاي التظاهرات هي حق مشروع لكل مواطن عراقي. هي بالأحرى من زمان هي الطائفية ما موجودة، بس زرعوها السياسيين اللي هم زرعوا الطائفيين. ما موجودة طائفية بتاتا أبد. إزاحة البرلمان الفاسد وتشكيل حكومة رئاسية بها منظمات طبعا دولية وانتخابات فورية، بس حكومة رئاسية وتشرف عليها منظمات دولية لا أكثر ولا أقل، وزاحة البرلمان الفاسد من ماكو وطن أبد، يعني شفنا وطن. فحبينا نتظاهر، حبينا نساند المتظاهرين، حبينا
نحيي الوطن من جديد، لان حسينا ضاع الوطن. فلهالسبب هذا انتفضنا، انتفضت كلها يعني سنه شيعه مسيح صائبه اطفال شياب شباب، وشفنا الوطن ضاع. نريد وطن، نريد حق، نريد مطالب، نريد جذور ترقيعيه، مو يعني هالمطالب هذه اللي، وحتى من بعض السياسيين اللي قاعد يقولون احنا راح نسوي كذا او كذا او كذا، هي كلها ترى كلها قوانين او كلها قرارات لاخماد التظاهرات لا اكثر ولا اقل. اذا قتلوا او اعتقلوا ناشط او ما شابه، بالعكس راح نتواجد اكثر في مساحات التظاهر ومطالبنا تصير اكثر. والله رسالتي اول شيء للحكومه بان ينظرون للشعب ومطالبهم، وهو شيء بسيط طبعا، مو يعني فد نقول نفس ما يقال عادل عبد المهدي رئيس لا توجد عصا سحريه، بالعكس هو مو فد شيء يعني فد شيء عظيم او شيء فد شيء عجيب. ورسالتي للشباب ان يبقون في ساحات التظاهر، في ساحات التظاهر المطالبه بحقوق وطنهم، حقوق شعبهم، وان شاء الله يعني ان شاء الله منتصرين.